أول استقرار تاع المعوضة هذه في الجزائر في 2015. إحنا نظن أنها دخلت عن طريق جبل مضيق جبل طارق المغرب الشقيق ودخلت مدينة وهران، استقرت هناك. والآن يعني في الثلاث سنوات الماضية هي غزات تقريبا جميع الولايات الشمالية للجزائر. البعوضة هي صغيرة من 2 إلى 5 مليمتر حتى 8 مليمتر، وهي سوداء اللون، فيها بعض النقط البيضاء وصيعتوا لها بعوضة النمر، تبيض بين 100 إلى 300 بيضة. يعني كل لدغة تاع كل وجبة دم، خطر ماها لازم نعرف أن هاي الأنثى هي اللي حدير اللدغة، لأنها تحتاج للدم، كاين بروتينات موجودين في الدم راح تستعملهم باش تدير النمو تاع البيض تاعها. تطور في الماء النظيف اللي موجود في الاواني في الوعاءات الاصطناعيه دي جيت ارتيفيسيال، كالبيادن كالوعاءات الحديديه او يعني القارورات البلاستيكيه اكسترا، حتى كاس ماء قادر تبيض فيه يعني البعوضه. هاد الوعاءات يكونوا في يعني في المساحات الخضراء، خاصه المساحات الخضراء في الحدائق تاع السكان تاع المواطنين. النشاط تاعها يكون مهم في الصباح باكرا او بين العصر والمغرب. عندها قابلية لنقل خاصة فيروسين، فيروس شيكونغونيا وفيروس حمى الضنك أو لادانغ، وبصفة أقل للزيكا. نطمئن المواطنين نقول لهم أن البعوضة هذه المتواجدة عندنا ما فيهاش المرض. لدغة على البعوضة هذه حتى لو كانت يعني الإحمرار والحكة والألم تاع اللدغة هذيك، ما لازمش يكون في ارتباك، ما لازمش نروح للمستشفى. يعني نقولوا ولدغ كان عندنا لدغه تاع البعوضه النمر راح يصير لنا، ما راح يصير حتى حاجه. يعني في ظرف 3 ايام الى اسبوع راح كلش يعني راح تروح هذاك الاحمرار راح يروح، وما لازمش يكون فيه الحك، ما لازمش نحكوا هذاك المكان باش ما نخلقوش ثغرات راح يدخلوا فيهم بعض البكتيريا راح يديروا لنا تعفن. لازم نتفاداو ونخليو هاد الوعاءات وهاد الحاويات لأي حاجة قادرة تلم الماء راح تشكل خطر، راح تجي البعوضة هذه تبيض فيها وتتكاثر وتعطينا الألوف تاع هاد البعوضة.